كشف مسؤول تركي عن مساعي أردوغان لإبرام اتفاقات جديدة مع فايز السراج للحصول على تعويض مبدئي قيمته 2,700,000,000 دولار عن ما أسماه أعمال تم تنفيذها في ليبيا قبل اندلاع حرب 2011. وقال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي إن الاتفاق المشار إليه محاولة لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا في ظل الصراع، وأضاف أن أنقرة اقتربت من توقيع مذكرة التفاهم مع السراج، مشيرا إلى أن انتهاء العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة سيجري حل مشكلة الديون التي لم تسدد بعد أيضا والأضرار وخطاب الضمان.